السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا متابعينا الكرام، مرحبا طلابنا الأعزاء. نكمل مع بعض بيولوجي الصف الأول الثانوي لغات ترم أول. أتمنى الناس اللي أول مرة تتابعنا وتشوف فيديوهاتي تدخل على قوائم التشغيل، عشان تدخل على قائمة تشغيل بيولوجي ترم أول الصف الأول الثانوي لغات، أو اسمها اللي عنده اليوتيوب باللغة الإنجليزية هيكتب، هيبص على البلاي ليست، قائمة تشغيل أو بلاي ليست بيولوجي الصف الأول الثانوي لغات ترم أول. ونتابع مع بعض الناس اللي متابعة معايا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الإكسرسايز ده، إكسرسايز، أدي رسم التو فيجرز دول. الفيجر ده إيه؟ البلاستيد فعلا، تمام، زي ما أنت فاكر بالظبط، والميتوكوندريال اللي هو ده، تمام. عندي البلاستيدز جايب لي فيها سبستانس اكس، تمام، والميتوكوندريا جايب لي فيها سبستانس واي وطالع منها سبستانس زد، تمام. نحاول نفتكر كده من الشرح اللي شرحناه في الفيديوهات. هنا نشوف الكويشن بيقول لي ايه بقى على التو فيجرز دول. بيقول لي ان ذا فيجرز، اف ذا فيجر اي ريبريزنتس ا بلاستيد، تمام، ستورينج ستارش، فيها ستارش، يبقى الاكس ده ايه؟ ستارش. In a potato tuber، في حبايه بطاطس. Figure B، تمام، represent a mitochondria in a muscular cell، في خلية عضلية، تمام. X, Y and Z are substances used by the cells in vital processes. ال X وال Y وال Z مواد بيستخدمها ال cells، الخلايا بتاع الكائن الحي، في ال vital processes اللي هي العمليات الحيوية. بيقول لي بقى A، الـ question A، what do Y and Z substance represents؟ الـ Y والـ Z بيمثلوا إيه؟ هنقول له دي ميتوكوندريا، الـ Y اللي جواها إيه؟ الجلوكوز، واللي بيطلع منها الـ ATP، تمام؟ يبقى الـ Y اللي هي الجلوكوز والـ Z اللي هي ATP، طالما هو قال لي بيستخدمهم في الـ vital processes، تمام؟ طيب تعالى للبي بقى، بيقول لي what is the importance of substance Z؟ احنا قلنا الZ اللي هي ATP، طيب الـ ATP احنا قلنا ايه؟ هي عملة الطاقة، الـ energy currency، تمام؟ طيب يبقى الـ importance أهميتها ايه؟ نقول له Z is ATP molecule، هو الـ ATP molecule اللي بيتخزن فيه، يبقى in which the released energy، الطاقة المنطلقة من الـ oxidation of glucose is stored، تمام؟ بيتخزن في الـ ATP الانرجي اللي طالعه من الاكسديشن بتاع الجلوكوز، وبعد كده ترانسفير تو اذر بليسز تو كومبليت انرجي نيدز فور ذا فايتال بروسيس، وبعد كده بتتنقل لاماكن ثانيه عشان احتياجات السيلز من الانرجي عشان تكمل الفايتال بروسيس بتاعتها، تمام. طيب تعالى بعد كده بيقول لي What is the compound that results from the combination of many molecules of Y؟ ال Y اللي هو الجلوكوز، لو many molecules منه متحدة مع بعضها، يبقى هنا كده الجلوكوز مونومر وبيتجمع مع بعضه ببوليمرايزيشن، يدينا ايه؟ فين؟ في مين بقى؟ في الانيمال بودي. في الانيمال بودي مين؟ الجلايكوجين، لان احنا عارفين ان الجلايكوجين بوليساكرايد موجود في الانيمال بودي، وبالذات مثلا في الانسان، في الهيومن ليفر، في كبد الانسان، تمام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي question هنا what are the similarities and differences between the substance X and Y. ال X قلنا اللي هي starch وال Y اللي هي الجلوكوز. بيقول لي ايه هي similarities، التشابهات، وال differences اللي هي الاختلافات. طيب احنا عارفين ال starch والجلوكوز الاثنين biological macromolecules، تمام، يبقى كده ده تشابه، والاثنين organic substance. طيب الاثنين برضو كربوهيدرات، تمام، الاثنين كربوهيدرات، الستارش كربوهيدرات والجلوكوز كربوهيدرات. طيب والاثنين بيتكونوا من ايه؟ من كربون وهيدروجين واكسجين اتومز، تمام. طيب تعالى بعد كده الديفرنسز بقى، الاختلاف ما بين الستارش والجلوكوز. هنقول له الستارش ما بتدوبش في الميه، انسولبل ان ووتر، اما الجلوكوز سوليبل ان ووتر، بيدوب في الميه. طيب الستارش هي عباره عن جزيئات جلوكوز كتيره مع بعضها، يبقى هاي مولكولار وايت.
اما الجلوكوز هو مونومر واحد من ضمن المونومرات اللي موجوده في الستارش، يبقى لور مولكولار واي. طيب تعالى للاخر حاجه اللي هو نو سويت تيست، الستارش النشا طعمها مش حلو، اما الجلوكوز سويت تيست. طيب وبكده نكون خلصنا الفيديو ده، وانتظرونا في فيديوهات تانية كل يوم بإذن الله، ودعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وسيب كومنتات تقول رأيك فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.